التقشف هو عنوان المرحلة في لبنان، والتقشف يأتي في العديد من الإجراءات الصادمة مثل الاستغناء عن اللحوم في وجبات الجيش اللبناني، والذي طرحنا هذه القصة من قبل. لكن إذا اعتقدنا أن قصة اللحوم غريبة، فالإجراءات في الجامعة اللبنانية كانت أكثر غرابة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع اللبناني بالجدل بعد أن طالبت إدارة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية أن تختصر أسئلة الامتحانات إلى ورقة واحدة، بينما قامت كلية الآداب والعلوم الإنسانية كما نرى في هذه الصورة بطباعة أسئلة الامتحانات على أوراق مستعملة. وتأتي هذه الإجراءات من قبل الكليتين بسبب النقص الحاد في الورق وارتفاع أسعاره. ولم تنفي أي من إدارات الكليات أو الجامعة ذلك الإجراء، بل أكدته وقالت بأن السبب يعود إلى أن معون الورق الذي كان ثمنه 6000 ليرة لبنانية أصبح اليوم ثمنه 30,000، وأن هذه النفقات الإضافية لا يمكن لمجلس الجامعة صرفها من دون العودة إلى مجلس الوزراء. هذه الأخبار أثارت الجدل ما بين الطلبة وحتى غير الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حازت على الكثير من التعليقات. سنشارككم البعض منها، والبداية كانت من جوزيف الذي غرد قائلا على هذا الموضوع: قمة الانحدار، جامعة رسمية مش قادرة تأمن ميزانية للأوراق، يعيب الشوم. بينما كان هناك تغريدة أخرى وتعليق لبلال يقول: طب ليش معذبين حال وكاتبين على ورقة؟ واتس أو تويت أوفر ولو. وأخيرا عبير غردت قائلة: ما عم أفهم كيف بتنصدموا كأنه مش عايشين بهالبلد، شو أول مرة نسمع بهيك أشياء؟ في قصص أكبر بكتير إذا بتسمع فيها يمكن تجيك الجلطة. ينضم إلينا الآن من بيروت الناشط السياسي في حركة لحق أدهم الحسينية، سيد أدهم أهلا بك معنا. كما تابعنا ردود الفعل، هناك من يعني استغرب من أن يصل الوضع في لبنان إلى هذا الحد، جامعة لبنانية تطلب طباعة أسئلة الامتحانات على ورقة واحدة فقط، وهناك من رأى بأنه لا شيء يستدعي الاستغراب في ظل ما تعيشه البلاد. يعني صحيح غالبية التغريدات وردود الأفعال جاءت ساخرة، ولكن فعلا وقع تعميم الجامعة اللبنانية كان وقعه حزين على كافة اللبنانيين. الجامعة اللبنانية لها رمزية كبيرة، فهي من الجامعات العريقة في لبنان وفي المنطقة، وخرجت عدد كبير من الشبان والشابات والعاملين والعاملات والمبادرين والمبادرات في المجتمع اللبناني وفي المجتمعات العالمية، حيث يعني معروف لبنان هو من الدول التي تصدر الخريجين وأصحاب الكفاءة إلى دول الغرب وحتى في الخليج وكل دول العالم. فلهذه الجامعة رمزية كبيرة، والقطاع التعليمي في لبنان رمزية كبيرة، فهو قطاع يحظى باحترام المقيمين واحترام عالمي، لأنه خدمته الأكاديمية خدمة جيدة ومستوى مرتفع بالتعليم. ولكن للأسف اليوم الإدارة الرسمية والسلطة السياسية أوصلت البلد إلى ما هو عليه. فعلا الجامعة اللبنانية عاجزة عن أنه تمضي بموازنات فرقت حوالي، يعني عم نحكي 5 أو 6 أضعاف عن الموازنات اللي كانت محطوطة، وهي موازنات توضع أول السنة، فمش من السهل أنه اليوم يرجعوا يعملوا عمليات الشراء بعد فرق الأسعار الكبير في السوق. وللأسف يعني ما تشهده الجامعة اللبنانية تشهده أيضا المستشفيات. ربما الظروف تقتضي يعني مثل هذه الإجراءات، ولكن لأي مدى هي فعلا عملية، خاصة عندما نتحدث عن كليات مثل الهندسة، ونعلم بأنه أسئلة الامتحانات لا يمكن أن يعني توضع في ورقة واحدة، على الأقل يعني في 8 أوراق وأكثر، وخصوصا أسئلة الجامعة اللبنانية المعروفة بتعقيداتها ومعروفة بقديش مستواها التعليمي أصعب من الجامعات الخاصة، وأسئلتها طويلة ومنهجها صعب. فطبعا مسابقة جامعة لبنانية أو امتحان جامعة لبنانية لا يمكن أن يوضع على ورقة واحدة. للأسف اليوم ما في أي نظرة إلى مستقبل قريب أو إجراءات سريعة ممكن
تحل الأزمة. اليوم شاهدنا أزمة كهرباء وصلت أنه توقف الكهرباء في مستشفيات تعالج مرضى الكورونا. إلى هذا الحد وصلنا من الفشل الإداري والفشل السياسي بإدارة البلاد. فبعض الناس كانوا عم بيقولوا أنه ماشي الحال، هلأ الجامعة اللبنانية مش عم يعملوا امتحانات، مرضى الكورونا ما عندهم أجهزة، ما عندهم كهرباء بغرف المستشفى. للأسف يعني الوضع سيء جدا، لا يمكن أن نتوقع قديش أسوأ رح تكون الأمور في الأيام القادمة. إلى أي مدى يمكن نتوقع؟ دعنا نطرح هذا التساؤل السيد أدهم، لأن هناك من ذهب أبعد من ذلك ربما من باب الدعابة والطرافة، ولكن طرح هذا التساؤل. اليوم الحديث عن نقص في الورق لطباعة أسئلة الامتحانات في الجامعة اللبنانية، ماذا عندما سيكون أو يشرف الحبر على الانتهاء؟ فعلا يعني اليوم عم ينحكى انه هناك ازمه بالامن الاجتماعي والامن الغذائي والامن الصحي، يعني الحاجات الاساسيه اكثر على صعيد المأكل والمشرب والأدوية، فكيف بقطاع التعليم والجامعة اللبنانية التي كانت تعاني أصلا قبل هذه الأزمة، كانت تعاني من سطوة الأحزاب والأزمات الفساد والمحاصصة، فهي وضعت السلطة السياسية يدها عليها وكان إدارتها سيئة جدا من ناحية المنقصات والبروكيورمنت وغيره، فهي تعاني بالأساس من أزمة إدارية وأزمة فشل إدارة. فكيف الآن؟ يعني الاحتمالات مفتوحة على أنه يتأثر أي كل تتأثر كل قطاعات بلبنان بفشل، ويعني ممكن أن تقف يعني تتوقف خدمات كثيرة من الصحة والتعليم وغيرها. فعلا لا يمكن أن نتوقع، يعني تتدحرج الأمور بشكل سريع في لبنان. كل يوم نتفاجأ بشيء جديد، وكأنه يعني للأسف والسلطة السياسية في مكان آخر، ولا كأنه تتابع شؤون البلاد، ولا تتفاجأ أو قد لا تتفاجأ. سيد أدهم، يعني كما تابعنا هناك من يتفاجأ فعلا ولا يتفاجأ، ولكن أنتم في حركة الحق، كان لديكم الكثير من النشاطات في هذا الإطار. الآن مع هذا الوضع كيف تغير أداءكم؟ نحن كحركة سياسية معارضة طرحنا خطة لحكومة، طرحنا برنامج عمل لحكومة انتقالية خارج منظومة الأحزاب، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل مع تشكيل حكومة الرئيس دياب. وكنا طرحنا خطوات إصلاحية مالية سريعة خاصة بإجراءات مالية ممكن انه تعمل، يعني هي بتحد من الهدر ويمكن ان تسترجع اموال مهدوره واموال منهوبه بشكل سريع، ولكن يبدو انه هناك ليس هناك اي نيه للقيام بهذه الاجراءات السريعه. يعني اليوم 6 أشهر او 7 أشهر على تولي الحكومه، او اقل من 5 أشهر عفوا، ما شفنا اي اجراء سريع، ما شفنا اي اداره. فنحن مستمرون في معارضه هذه الحكومه وفي معارضه المنظومه اللي اوصلت البلد ما وصلت الفكرة. أشكرك على المشاركة معنا السيد أدهم الحسيني الناشط السياسي في حركة لحقي، كنت معنا من بيروت.